في جيردوس فواريس الدورة الثانية من اللجنة المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر. انعقاد هذه اللجنة هو حدث مهم في علاقتنا الثنائية لمجموعة من الاعتبارات. أولا هذه تقريبا 15 سنة من عقدت اللجنة المشتركة، آخر لجنة كانت في 2008، وهذا كيخلي أن هذه اللجنة عندها واحد الأهمية خاصة. ثانيا كتوازن أو كتزامن انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة مع الزيارة اللي كيقوم بها معالي الوزير الأول لجمهورية الرأس الأخضر للمملكة المغربية مع وفد وزاري هام، واللي كيعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير العلاقات الثنائية. ثالثا لأنها كتجي وفق تعليمات جلالة الملك محمد السادس باش تعطي واحد المضمون قوي للعلاقة الثنائية على مختلف المستويات. وقعنا على 9 الاتفاقيات في مجالات مهمة كتشجع الاستثمار، كدعم تبادل الخبرات، تبادل تجاري، وفتعزيز الجانب الإنساني من خلال الإعفاء من تأشيرة على الجوازات العادية بين البلدين، وتطوير التكوين المهني بصفة خاصة بين البلدين. اتفقنا كذلك على أن آليات التعاون والآليات المؤسساتية يجب أن تواكب هذا التطور الإيجابي في العلاقة الثنائية. هذه سنة ونص فتحت الرأس الأخضر سفارة لها في المغرب، والمغرب غادي يفتح قبل نهاية هذه السنة سفارة في برايا عاصمة جمهورية الرأس الأخضر. التعاون في مجال التكوين وعنصر أساسي في علاقتنا الثنائية، وانتقلنا بسرعة من 30 منحة إلى 100 منحة اللي غتكون اليوم في كل المجالات، وغادي نشتغلوا باش المجالات ديال التكوين تواكب مجالات ديال التعاون اللي هي الفلاحة، اللي هي السياحة، اللي هي الصيد البحري، واللي هي غيرها من المجالات. كان هناك كذلك رغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة. في منتدى اقتصادي مهم اللي كان عقد في الرأس الأخضر، وغدا غيكون هناك منتدى اقتصادي لجمهورية الرأس الأخضر في الدار البيضاء بمشاركة فاعلين اقتصاديين كذلك من البلدين في إطار زيارة فخامة الوزير الأول لهذا البلد الإفريقي الشقيق إلى المملكة المغربية. هناك إرادة للمملكة المغربية بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس لمواكبة كل المجهود التنموي اللي غادي فيه السلطات ديال الرأس الأخضر. المغرب يتابع ويتمن كل الإصلاحات اللي كاينة في جمهورية الرأس الأخضر، الاستقرار اللي كيعرفوا هذا البلد، والرؤية الواضحة في التنمية لدى سلطاته العليا. بالتالي فكاين هناك رغبة في مواكبة مشاريع التنمية في هذا البلد. المغرب يتمن ويشكر جمهورية الرأس الأخضر على مواقفها الثابتة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية منذ سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في 2007. كان تطور كبير في هذا الموقف، وتعبر عليه مؤخرا من خلال فتح قنصلية لجمهورية الرأس الأخضر في الأقاليم الجنوبية
في شهر غشت من السنة الماضية. إذن فالعلاقة الثنائية هي تتطور وتتطور بشكل مستمر. الدورة الثانية للجنة المشتركة تشكل واحد لبنة إضافية في هذه الدينامية الإيجابية، وتبادل الزيارات القطاعية من شأنه كذلك أن يدعم هذه الدينامية الإيجابية. مرة أخرى شكرا معالي الوزير وأخي العزيز على هذه الزيارة وعلى المجهود اللي تبذل لإنجاح هذه اللجنة المشتركة، واللي أكيد غادي Meu caro colega e amigo, todas as palavras que acabou de afirmar relativamente à cooperação entre o Maroc, خصوصا كل ما يتعلق بتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الكاب فيردي، إذن لن أكرر نتائج ناجحة لهذا الاجتماع، الدورة الثانية للجنة الثنائية والتي تتزامن مع زيارة الوزير الأول هنا للمملكة المغربية، والتي تعد محطة مهمة لتعزيز التعاون. لقد ذكرتم مختلف مجالات التعاون وأيضا آفاق التعاون من خلال زيارة الكثير من ممثلي الحكومة جمهورية كاب فيردي هنا إلى المغرب، وأيضا زيارات خبراء ومديرين عامون في مختلف القطاعات إلى كاب فيردي وأيضا من كاب فيردي إلى هنا إلى المغرب، وكل هذا يشهد على هذه الدينامية التي تعرفها علاقتنا منذ سنوتين، والتي توجت كما قلت بفتح سفارة كاب فيردي هنا في الرباط وقنصلية في الداخلة، وهو تعبير طبعا عن الموقف الثابت لدعم بلدنا الصحراء المغربية، ودعمنا الثابت طبعا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والإشادة بكل الجهود التي يقوم بها المغرب في إطار جهود الأمم المتحدة من خلال خطة الحكم الذاتي التي نعتبرها حلا أساسيا. قمنا أيضا بتعزيز علاقتنا، ونحن طبعا ندعم كما قلت في كل المواد، ونحن نثمن طبعا دعم المغرب لجهود التنمية في بلدنا. لقد تحدثتم عن إعفاء عن تأشيرة الدخول سابقا بالنسبة لحاملي الجواز الدبلوماسي، والآن بالنسبة لكل الجوازات العالية، وهذا طبعا سأظن أن هذا سيعزز التبادلات السياحية، وخصوصا بالنسبة للمغاربة سواح المغاربة القادمين إلى كاب فيردي. وأكدتم أيضا عن أهمية التعاون في مجال التكوين والتعليم، إذن كلها جهود نثمنها، ونحن شغوفون طبعا بالنتائج التي سنقتنيها من كذا التعاون، ونحن ننتظر بفارغ الصبر فتح قنصلية المغرب في باريا، زيارة طبعا وزير الأول واللقاءات التي ستكون وسيعقدها مع رئيس الحكومة هنا في المغرب، ومع طبعا ممثلين آخرين مهمة في هذا المحطة. ولا يسعني إلا أن أشكركم على كما قلت انعقاد هذه الدورة الثانية التي طبعا هي محطة
ستدفع بعلاقتنا إلى الأمام. نحن نشعر أننا في بلدنا ونحن فخورين ومعتزون بهذه العلاقات الوطيدة التي تربط بين بلدينا وبين شعبينا. شكرا. تحدثتم طبعا عن مخططي الحكم.